ملاحظة من ناحية الوقت، أيا كان الخطأ فأنت تحمل الخطأ لأنه أنت مسؤول عن الفقرة هذه. أنا بستطرد شوي بسيط، أنا تمنيت أنه لما كان في خطأ أنت مسوي النقاش هذا اللي تو كان الحوار اللي بينكم كذا على طبيعته ومعالجه وماشي كأنه جزء. أنت لما تكلمني قبل شوي ويمكن أنا والأستاذ أحمد أنا قاعد أناظر أحس بوجزء جزء من السيناريو، فلو كان جزء من السيناريو بسوي فينا مقلب، مقلب صراحة راح يكون أفضل فقرة ممكن في جنت الكلها يعني. فدائما احيانا الخطأ وارد يكون ايا كان، صحيح، فطبيعي انك انت تمشيها، انت تدارك الخطأ بس الخطأ واضحة لما تكون في محدود في وقت معين او في اختبار معين او لحظة يعني هو يعتبر شبيه اختبار، فياريتك انك تداركت الخطأ بطريقة. أنا كنت بدارك وأصوت. أنت طبعا في نقطة يمكن أهنيك عليها، أهنيك عليها جدا، أهنيك عليها من البداية وأنت جالس هناك قاعد تمثل دور المتوتر بحركة إيدك ورجلك، أي واحد قاعد يشوف واضح أنك أنت متوتر، فأهنيك على هذه يا مخلد. الفكرة جميلة، يعطيك العافية، الفكرة جميلة والرسالة جميلة، والرسالة للأخوان والأخوات احذر من المحتالين. البنك، البنوك لا تطلب بياناتك الشخصية، فأرجو الحذر من هذا الشيء. بالنسبة بس اللخبطة اللي حصلت، احنا كنا متفقين على سيناريو معين لكن الشباب ما قصروا، يلا بسيطة وانا حاولت اتلافي وصوت لهم، يلا ما حد انتبه لي، ولكن ابشروا بالعوض. شكرا لك، باقي لنا 4 اشخاص. طيب باقي لنا الحين